السلام عليكم أصدقائي الصغار، رحبوا معي بضيفنا الجديد الرقم 5. مرحبا يا أصدقائي، أنا الرقم 5. كيف حالكم؟ تبدون في صحة جيدة. اليوم سوف نتعرف على بعض. أنا الرقم 5. كرروا معي 5 5 5. أحسنتم. الآن سوف أريكم طريقة كتابتي. أنا أكتب بهذه الطريقة: خط مستقيم من اليمين إلى اليسار، ثم خط عمودي، وأخيرا نصف دائرة. الآن سوف نتمرن على العد. كم نحلة في هذه الخلية؟ 1 2 3 4 5 5. أحسنتم. كم سيارة أمامكم؟ 1 2 3 4 5 5. أحسنتم. كم بالونا في الصورة؟ 1 2 3 4 5 5. أحسنتم أصدقائي، سررت بمعرفتكم كثيرا. إلى اللقاء.